سايبه الرز والفراخ عندي يستووا كده براحتهم خالص. وتعالوا بقى دلوقتي هنعمل يخني السجق بطريقه حلوه جدا وبرده بسيطه، وبرده ممكن تعملوها مع شويه رز ابيض او بالعيش زي ما انتم حابين، بتبقى حلوه قوي مع الرز يعني بتبقى لطيفه قوي. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي يخني سجق بالخضار، محتاجه سجق، محتاجه زيت زيتون او زيت عادي برده، بصل، ثوم مفروم، بطاطس مكعبات، وفاصوليا وبسله وجزر وكوسه، اي خضار بقى انتم بتحبوا يكون موجود، ومعلقه دقيق وملح وفلفل وطماطم مفرومه وعصير طماطم وبقدونس. هقول تاني المقادير، عندي سجق، زيت، وبصل، وثوم مفروم، وبطاطس مكعبات، وفاصوليا وبسله وجزر وكوسه، ومعلقه كبيره من الدقيق، وملح وفلفل وطماطم مفرومه وعصير طماطم وبقدونس. تمام، تعالوا كده ايه نبدا نشتغل. اسلام بقى هات لي مقادير على طول بتاعت الحاجه. اول حاجه كده عندي السجق اللي موجود عندي، هبدا كده ايه اسخن شويه زيت في طاسه او في صينيه اللي انا هشتغل فيها، يعني هشتغل في الصينيه دي على طول. تمام، الرز بصوا اهو هنقله بقى على العين الهاديه كده بالشكل ده، هنقله هنا، وهبدا بقى انزل بالسجق في الزيت السخن وفي الصينيه السخنه. اميره صباح الفل، حابين تقطعوه قطعوه طبعا. ازيك يا اميره؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا عمر، ربنا يخليك يا رب ويخليك لاولادي. تسلمي يا حبيبتي، وحشتك لكل محبينك والله. حبيبتي الله يخليك، تسلمي يا حبيبتي والله، تسلميلي. جيت هنا ما شاء الله، حاولنا نعمل اللي هي المعجنات اللي حضرتك عملتيها اول امبارح. حاولنا نعمل امبارح، الله اكبر عليكي، انت طالعه معاكي زي العسل. وطلعت ايه طب معاكي؟ قولي لي. ما عرفناش. طب ليه؟ قولي لي، قولي لي وقفتي فين طيب؟ ما كانتش مظبوطه، يعني ازاي حضرتك انت كنت بتعملي؟ طب وقفتي في ايه؟ وقفتي في ايه؟ ايه اللي اتعطلتي فيه؟ العجنه نفسها من الاول خالص ما عرفناش نظبطها، كانت سايبه شويه بتقولي؟ اه شويه دقيق، رش دقيق كده لمي بيها. عجنت دي لزقت في بعض، عرفناش نظبطها، الله اكبر عليك. لا بصي بصي، انت لما تلاقي العجينه سايبه معاكي، لان كل دقيق بيفرق من التاني، لما تلاقي العجينه سايبه معاكي لميها بدقيق، ابداي لميها بدقيق. واهم حاجه خلي بالك برضو النقطه دي، ايدك لو انت ملزقه لازم تغسليها، لان كل ما هتبقى ملزقه هتلزق معاكي، هتلزق معاكي مش هتعرفي تلمي بيها. فلمي لمي بشويه دقيق واغسلي ايدك من اي تلزيق، حتى في الكفته انا بقول كده، يعني اي حاجه ايدك ملزقه فيها مش هتظبط معاكي، هتلاقيها بتلزق في باقي المكونات. ف يعني اغسل ايديا خالص ولا بحط عليها شويه دقيق وشويه؟ بصي لو لقيتيها ملزقه بزياده ايدك اغسلي ايدك كده ونشفيها، وابداي اعجني كده على نظيف كده بشويه دقيق، العجينه هتلم معاكي وهتبقى زي الفل. بس عايزه تتعجن بضمير، يعني قوي العضلات وانت بتعجني، يعني العبي رياضه يوميها. بالعجن نفسه. والله ده انا عايزه اقول لك العجن اللي بالسوائل الاول ده بيبقى اسهل كتير للناس المبتدئه، يعني بحس ان غير لما انت بتقعدي تظبطي المقادير بتاعه السوائل، لا ظبطه الدقيق اسهل، ان انت تزودي دقيق احسن ما تزودي سوائل، العكس يعني. لا ان شاء الله تظبط معاكي، بس انت واحده واحده كده وهتبقى زي الفل معاكي حبيبتي. بصي دلوقتي احنا كده بنشوح السجق بالشكل ده اهو، عايزين نشوحه، انا بوزعه كده بالشكل ده وببدا ان انا ايه اشوحه، عايزه اشوحه كويس جدا. هبدا ان انا اجيب البصل والثوم. زيزي صباح الفل، عليكي ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟
اخبارك ايه؟ الشقاوه دي بقى، الشقاوه والجمال. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي، تسلميلي يا حبيبه قلبي والله. دايما متالقه والله. شكرا والله يا حبيبتي، شكرا. الله يخليكي يا حبيبتي ويحفظك كل مكروه. يا رب الله يخليك. يا رب. تسلمي يا حبيبه قلبي. امبارح قعدت انا، معلش بس اهم حاجه شفتينا طيب ولا لا؟ اه طبعا طيب، ده اهم حاجه. ان شاء الله حبيبتي. انا لسه بقول يا رب احاول ان شاء الله بكره اخد اول مكالمه عشان عندي ميعادي الساعه 2. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله بس اخد كده نص الحلقه حبيبتي، وبكره يعني صباحك صباحك جميل ويومك جميل يا حبيبتي. الحمد لله والله. زي اسرتي الجميله واسرتك الجميله كله زي الفل والله يا حبيبه قلبي. ايديك على اليحم الجميل ده، انا عايزاه. الله يخليك. يا سلام، ده يعني مدي ايدك بس كده هتلاقيه على طول. والله عايزين نيجي مره كده ونعمل والله تنورينا. تيجي واحد كل واحده تشوف يعني تعمل ايه. يلا رتبوا وتنورونا، وكل نعمل بقى يعني مسابقه طبخ هنا. يا سلام عينينا. عارفه ايه محبه كده، هنعمل ديش بارتي مع بعضينا كده، ويبقى يوم التقاكم نشوف بعض بقى كلنا ان شاء الله. لان كلنا بنتكلم في التليفونات بس. ان شاء الله حبيبتي اشوفكم على خير ان شاء الله يا حبيبتي، في احسن صحه وحال يا رب ان شاء الله. دايما يا حبيبتي ودايما متالقه وربنا. الله يخليك يا رب، تسلمي لينا دايما يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. صباحك جميل، صباحك زي الفل. يبقى احنا كده شوحنا بقى السجق، وحطينا البصل، وحطينا الثوم. هبدا بقى احط الطماطم. بصوا كل خطوة يعني ادوها وقتها، احنا بس عشان الوقت فتلاقوني بحط الحاجات ورا بعض، لكن انتوا كل خطوة كده ادوها وقتها، وخلوا السجق يتشد ويتحمر حلو والكلام ده كله. تمام، هبدأ كده ايه احط الطماطم، هبدأ بقى احط الخضار بتاعي. بصوا الخضار زي ما انتوا عايزين، الخضار اللي انتوا بتحبوه حطوه جوه السجق براحتكم خالص. هحط شوية بسلة وجزر، هحط كده بطاطسايه كبيره كده متقطعه مكعبات، كوسايه كده متقطعه برده مكعبات او كوستين على حسب الموجود عندكم، شويه فاصوليا، اي خضار بتحبوه حطوه اهو، ممكن مشروم لو انتوا حابين يعني. هبدا اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض اهو بالشكل ده. عايزه رشه الدقيق كده، عشان رشه الدقيق دي هتديني سمك كده للصوص بتاعي، وهو ده اللي انا هبقى عايزاه اهو. بصوا هرشرش كده رشه دقيق، معلقه كده. ليه؟ عشان لما اجي احط الميه بتاعتي ويبقى فيه صوص، والصوص الطماطم بيبقى تقيل كده شويه وبيبقى حلو قوي. هحط ملح، ممكن كمان تحطوا مكعب مرقه لو حابين. هحط فلفل اسود اهو، وهحط شويه من كزبره او بقدونس على حسب اللي انتوا بتحبوه، وهبدا اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض، واحط عليه بقى صلصه الطماطم والميه واسيبه يستوي. ساره صباح الفل، يلا اسلم المقادير بعد اذنك. ساره صباح الفل. صباح النور. اخبارك ايه حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. وحشتيني والله، بس في ضغط تليفونات وانا زعلانه. معلش والله، معلش اعذرونا، ضغط التليفونات ده والله مش بايدينا خالص. ايه والله، كل ما عايزه اتكلم معاكي حبيبتي. منورانا بتليفونك، مبسوطين ان انت معانا والله. صباحك زي الفل حبيبه قلبي. الفراخ الكريسبي يا شيف اسماء. البقسماط ممكن نستبدله ببطال لو هذا متوفر وهذا لا؟ الايه حبيبتي؟ بقسماط الايه؟ البقسماط ممكن نستبدله ببطال يعني لو هذا متوفر وهذا لا؟ البقسماط الناعم قصدك؟ يعني تبدلي البقسماط الكريسبي ببقسماط ناعم؟ هو ده سؤال ولا ايه؟ قولولي. اللي هو البقسماط الناعم يعني، صح؟ ممكن نبدله بالبقسماط الناعم، بس هو البقسماط الكريسبي هو اللي بيديله القرمشه، يعني لو بدلتيه بالبقسماط الناعم هيبقى كانه زي مبنياهم يعني البانيه العادي، تمام؟ لكن هو البقسماط الكريسبي هو اللي بيديله القرمشه الجامده اللي هي يعني تبقى مقرمش قوي معاكي، فهو ده الفرق بين البقسماط الكريسبي والبقسماط الناعم. ده بيبقى برضو حلو وحلو، وده حلو بس يعني التاني بيبقى كريسبي قوي او بيبقى اخشن، فبيديك يعني قرمشه اكتر. تمام، معانا مين؟
مرامي صباح الفل. صباح الورد. وحشينا بقى جدا 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 بقى. والله يا شوف اسماء كل يوم محاوله اتصل بتسالي رفا مدام جيجي ومالي كلهم قال لهم مش عارفه اتكلم. وحشتينا بقى والله جدا جدا. والله وحشتيني. الله يخليك. ما بتسأليش عليا كل يوم مرامي. لا والله بسال والله بسال على طول بقول كل الاسامي والله بسال. والله من بعد العيد مش عارفه اتصل عليك افضل ماسكه الموبايل بقى. والوصفه تتوه مني خلاص ما بعرفش والله عشان اتصل. كستر الله يخليك. ويسلم ايديك على كل الفاميلي. وعايزين يعني من الوقت للتاني كده تنزل لنا المقادير على الشاشه نعرف نصورها وتقولها لنا. ونصب على كل جروبنا الحلوين ونسمع صوت مدام احلام وام هاني ومنى ورشا. سلامنا ليهم كلهم كلهم بجد حبايبنا الحلوين. حلو قوي قوي بصراحه استسماء. الله يخليكي يا حبيبتي. يا رب اعرف اتصل عليكي تاني يا رب. يا سلام على طول وتنورينا ونسمع صوتك باستمرار كده. دي كسر يا اسلام منوره الدنيا. الله يخليكي الله يخليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي تسلمي لي. شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى احنا كده بنبص على الرز كده هنبص بصه. انا حطيت بقى الرز على العين الهاديه شويه. بصوا بيتفلفل خطير خلاص. هو اصلا يعني قرب خالص 3 4 دقايق كده وهنبدا ايه نلفي عليه. ليه ام ياسين صباح الفل. صباح العسل. ازيك عامله ايه يا حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه؟ الفل تمام والله كله جميل الحمد لله. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. تسلمي يا حبيبه قلبي والله تسلميلي تسلميلي. شوف عايزه اسال حضرتك على السؤال. اتفضلي. هو اللي هي القشطوطه هي الكيكه بتاعتها اللي هي الكيكه العاديه ولا انا بيتعمل لها كيكه لوحدها؟ احنا عملنا وقتها كيك سفنجي عشان يتشرب عشان تديكي. بصي انا جربتها بالحاجتين بالكيك العادي وبالكيك السفنجي عشان تطلع زي اللي انتوا بتشتروها من بره بالظبط بالظبط. الكيك كله متشرب ورهيب كده ده كيك سفنجي. فجربتها بالاثنين. الثانيه الاثنين طعمهم حلو بس كيك الاسفنجي في حته ثانيه خالص. يعني طعم الكيك رهيب متشرب وطري وفظيع يعني فعلا دايب. فيعني فرق بصراحه في الكيك ده وده. فاحنا عملناها المره اللي فاتت بالكيك الاسفنجي. الكيك الاسفنجي دي بحط لها قد ايه لبن؟ بصي ما حطيناش وقتها ولا لبن. هقول لك طريقتها. ما حطيناش ولا لبن ولا زيت. الكيك الاسفنجي ما حطيناش فيه ولا لبن ولا زيت. حطينا جبنا 4 بيضات فصلناهم البياض لوحده. هشرحها لك دلوقتي تمام. عندك سؤال تاني؟ لا ربنا يبارك فيك. هشرحها لك حالا. حاضر تمام. دي بقيه المقادير يا اسلام. يبقى احنا عندنا القشطوطه لما عملناها جبنا 4 بيضات فصلناهم حطينا الصفار لوحده حطينا عليه ربع كوبايه ميه وفانيليا وضربناهم مع بعض كده بشوكه او باي ويسك على جنب خلاص. وجبنا الـ4 بياض بيض وحطينا عليه كوبايه من السكر وفانيليا وضربناهم بمضرب بيض لحد ما بقوا فومي خالص. بعد ما بقوا فومي خالص الـ4 بياض بيض وعليهم كوبايه السكر والفانيليا بعد ما بقوا فومي خالص حطيت عليهم الـ4 صفار اللي انا حطيت عليهم ربع كوبايه الميه. وبعدين قلبناهم مع بعض وحطيت عليهم حوالي ربع كوبايه وربع من الدقيق عليه رشة ملح وبيكنج باودر رشة بسيطة خالص. وقلبت كل الكلام ده مع بعض وبقى عندي كيك اسفنجي. سويته في اي بايركس او اي حاجة زي ما انتوا عايزين على الحاجة اللي انتوا هتشتغلوا فيها. وبعد ما استوى رحت قلباه وخليت الوش بتاعه هو اللي تحت تمام. فاهمين قصدي؟ بتفرق بقى جدا في التشريب جدا جدا جدا. هتفرق معاكوا قوي خلاص. ده كده بالنسبة للقشطوطة اللي احنا عملناها. طب احنا كده عندنا الفراخ على النار تمام. الرز خلاص استوى يعني خلاص قرب خالص. وعندي كمان السجق زي ما انتم شايفين كده بيبدا ان هو يدخل في السوى تمام. وهنقول مقادير الترايفل الفظيع اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس قبل ما نقول مقاديره هحط كوبايتين لبن عليهم الكاستر والسكر. هحطهم بس على النار عشان نكسب وقت. استاذ حسين صباح الفل. الو يا صباح الفل يا شيف اسماء. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك الحمد لله. ازاي حضرتك وازاي كل اللي عندك؟ كله زي الفل كله والله. البرنامج الناس الجمال والمحترمين دول كله جميل والله الحمد لله. الحمد لله الله ينور عليك. السجق هياخد قد ايه على النار يا شيف؟ يعني هياخد مثلا اول ما الصوص يتسبك كده ويتقل على طول الخضار يستوي هنطلعه على طول.
ايوه الله ينور عليك يا شيف. الخضار كله متقطع صغير كده عشان السجق ما بياخدش وقت في السوا يعني، فمقطعينه كله صغير كده. الله ينور عليك، الاكلات دي الحلوه دي اللي بترطب على القلب دي. جميله حلوه جدا، مع قرن بقى فلفل ترميه كده في النص كده يا استاذ حسين. ايوه لسه طيب. هقول لحضرتك لازم القرن الحامي ده لازم. صباحك جميل، صباحك الله يخليك يا ست الكل، تسلمي يا شيف اسماء. الله يخليك، شكرا ليك. تعالوا بقى ايه نقول المقادير. انا هنا بس حطيت اللبن والكاستر والسكر مع بعض على النار، كل كوبايه لبن بحط لها معلقه كبيره مليانه من الكاستر ومعلقه لمعلقتين من السكر على حسب ما انتوا بتحبوا التسكيره بتاعته قد ايه.